البوب ستار رامي عياش اللي تابعنا كل نشاطاته كل خلال السنوات الماضيه، اليوم وبال 2015 انطلق، وانطلاقته ان شاء الله حتكون فنيه وخيريه وكثير امور حنتابعها عبر شاشتنا شاشه عربيكا. عياش للطفوله اكيد تابعنا كل الامور اللي قدموها، واليوم كمان نشاط جديد بيقوموا فيه لحتى هيك يسعدوا قلب الاطفال، وهلا بتشوفوا التفاصيل وشفتوا بعدها اكيد. خلينا نرحب ونقول اهلا وسهلا بنجمنا، نجم لبنان والعرب رامي عياش، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك عماد. هذه اولى خطوات واولى نشاطات عياش للطفوله بال 2015 اللي عم تقوم فيها اليوم ان شاء الله، وخبرنا ليش اخترت هذا المركز بالتحديد. عندنا حمله لتعليم 500 طالب وطالبه، بعتقد شفتها حضرتك وشاركتنا فيها وعم تدعمنا فيها كمان، بتغطي لبنان كله. وعندنا كمان حمله كثير كبيره للرفيوجيز اللاجئين، كمان عم نأمن لهم تعليم داخل المخيمات اذا الله راد اللي هن فيها. وهيدي ثالث زياره وثالث مشروع لنا ببدايه السنه، حبينا نعايد الفالنتاين مع اطفال سم وبكم. بنفس الوقت لما فت شوي بالتفاصيل لقينا موضوع كتير صعب انه واحد يكون مش قادر يسمع، ما بيسمع بس بينطق، هيدي معجزه لانه ما بيقدر يجمع كلامه لما بيكون الواحد ما بيسمع. عاملين معجزة كتير كبيرة، يعطيهم ألف عافية، مركز بياخد العقل، ووعدناهم أنه كل سنة رح نجي ونجيب مساعدات أكبر لنساعد أكبر عدد فينا من الولاد. نحن بآخر مارش بأبريل تقريبا، كمان نص أبريل إذا الله راد، لازم نكون طبقناهم ولازم نكون جمعنا المبالغ اللي نحن بدنا عم نجمعها عبر العالم كله حول الناس، يعني كل اللي عم تساعدنا، ومنطبقهم بمارش اللي خبرتك عنه، الريفيوجيز وتعليم اكثر من 500 طالب. وكمان عندنا مشروع كثير حلو مع اليو ان دي بي، بعلن لك عنه اوريدي، انا صرت انا بتعاون انا وياهم كثير كبير من خلال اسمي كسفير ومن خلال جمعيتنا عياش الطفوله. وان شاء الله اللي عم يشوفونا وبيحبوا يساعدوا يكونوا الى جانبك لحتى تكون اقوى ان شاء الله بحضورك. ان شاء الله ان شاء الله. مشكورين. بالنهاية نحن ما كنا فاتحين باب التبرعات بالأول، كنا من كل حفلة عم نقتطع مبلغ. بتعرف لما بتكبر المسؤوليات وبتكبر النشاطات اللي عم تقوم فيها، بصير الأحباب والأصحاب كلهم يوقفوا حدك بهيك محنة. جمعية عياش طفولة كانت بالأول إذا بدك تعمل الأشياء under table إذا بدك، وما تعلن عنها. بعدين صرنا جمعية أوفيشل، صار فيها رؤساء، صار فيها موظفين، صار فيها متطوعين، طلعت على الإعلام، طلعت على الإعلان، صار الكل اكسايتد وحابب أنه يكون موجود بهذه الجمعية. فأنا بشكر كل المتطوعين، بشكر كل الناس عم توقف حدنا، وجزاهم الله خير. يا تفاحة يا تفاحة بدي ياكي، يا تفاحة مش شايف انت بحالك، نحكي عن الشق الخاص فيك، خلينا نحكي عن الشق الإنساني، واللي اليوم مثل ما قلنا لرامي حبيتوا تقدموا لمسة حب وحنان للأطفال. كرئيسة للجمعية خبرينا عن اللقاء اليوم.
كتير حابينا صراحة لأنه مثل ما معروف الفالنتاين دايما هو لكل كابل بيحبوا بعضهم كل عشاء يعني. حابينا شوي نغير الفكرة لأنه هو عيد الحب، هو لتفرجي كل العالم اللي بتحبه أنك أنت هون حدهم، أنك أنت مذكرهم، بالأخص للأطفال اللي هن عندهم حاجة خاصة مثل ما اليوم نحنا موجودين هون. حابينا نحسسهم أنه نحنا مش ناسينهم، نحنا منحبهم كمان، وحابينا نمضي هنهار معهم which is beautiful يعني. وبتمنى من الكل اللي بيقدر يعمل هيك على فالنتاين يكون هيدا العيد للكل هيك اللي بحاجة. حلو. خبريني كيف ملحقة؟ ملحقة الحمد لله. والله يعني جوزك وفنه وشغلك البزنس والجمعية، اسم الله عليك. الحمد لله. لا هلا الحمد لله. تعرف اللي بيكون عنده تايم مانجمنت مزبوط، اللي بينسق وقته مزبوط، بيمشي الحال على كل شيء. واليوم مثل ما قلنا زيارة للأولاد، واللي بتابعك على انستغرام وأنا منهم بيشوفك قد ايه بتحب الأولاد، وما في إلا صور بيبيات دايما معك. امتى نشوف البيبي تبعك؟ ان شاء الله قريبا. مثل ما قلت عندي كتير قصص بإيدي، فأنا بحب بس بحب العائلة كتير، وبحب الأولاد كتير كتير، وبحب بس إنه نقرر نمنع عائلة. أكيد بدي عائلة كبيرة إن شاء الله مثل ما الله بيريد، بس إنه بحب كون متفاجئة لهم يعني. أنا بحب كل وقت يكون لألون، سو بس حس إنه عم بقدر نسق بين كل شيء اللي بعمله بينهم طبعا أود لفته، بس مثل ما الله بيريد. نروح لشغلك وهو الأزياء، وشفنا بفترة الكريسماس جزادين من تصميمك، هالفرو الحلو، كادويات راحت لمحل، صور طلعت لمحل، قطعت بالحمرة، شفتهم بالمزينين الفترين. Thank you. ايه مثل ما بتعرف هلا الفرو كتير دارج هيدا السنة، سو عملنا باجز شوية هيك different، كلهم من fur hand bags real fur، والحمد لله they are doing very fine يعني. الحمد لله هن يعني كتير في طلب عليهم وخلصوا ورجعنا عملنا طلبية تانية الحمد لله. خبرينا شو عم تحضري لتصاميمك يعني هلا، شو عنا مشان الصيف شو عم تحضري هلا؟ مثل ما بتعرف spring summer collection بينزل قريبا ان شاء الله، within 2 weeks بيكون جاهز، وعم نحضر لفاشن شو اول الصيفية. بسألك انت عم نشهد لك فاشن شو؟ ايه مزبوط، كان عندي فاشن شو بدبي سنة الماضية يعني بديسمبر، هالسنة ان شاء الله اول الصيفية حيكون بلبنان هالمرة ان شاء الله. من مدرسة مين عالميا بالتصميم يعني، روحك لمين؟ بحب كتير بحبهم كلهم أنا، الفاشن لبنيز فاشن ديزاينرز كتير بحبهم وفخورة فيهم كلهم. هلأ عندي نقطة ضعف لزهير مراد على سعيد الشخصي وعلى سعيد الديزاينز، آخر كولكشن قدمها هلأ من 2 weeks I think تاخد يعني بتاخد العقل، it's breathtaking، فكلهم الله يقويهم وبالعكس بنبسط فيهم كلهم. بحب فالنتينو كتير. شو بتقولي لرامي بعيد فالونتا؟ الله يخلي لي اياك ونضلنا على طول هيك نقدر نفرج العالم اللي حوالينا انه نحن بنحبهم مثل ما نحن اليوم جربنا نعمل. اتس نوت اباوت فالنتاين بس انا وياك، لانه نحن اوريدي يعني في حب ومتبادل، بس انه هيك نحسس العالم انه نحن كمان حدهم، سبيشلي الاطفال لانه نحن بعيش الطفوله منخص بالاطفال. خبرنا عن تحضيراتك لعيد الحب، وعارفين عندك إطلالة مميزة بأعالي جبال لبنان بالتلجات بفريا. بفريا حلوة السنة لأنه تلج ومكنكنة، والمحل أصلاً منحبه ومين مش طالع لفوق، فرح تكون مشاركتني فنانة حلوة كتير ميليسا، ورح تكون إذا الله راد حفلة حلوة. فحبينا كمان عيد الحب كمان يكون بلبنان يعني إنسانياً وجماهيرياً كمان. هيدي الحفلة رح تبتدي بعتقد من الساعة 9 بعتقد، ومنكمل السهرة هناك أو لتاني نهار منكمل السهرة على التلجات بعد ما عرفنا. كنا بانتظار ألبومك وعرفنا أنه مع بلاتينوم. هذا الألبوم من قلبي يعني، هذا الألبوم شغلت عليه كتير، إن شاء الله يعجب كل الناس إذا الله راد. بمارتش بينزل الألبوم. حدد الموعد خلاص. إيه بلاتينوم حددت الموعد، إذا كل شيء مشي كويس بيكون لخيرنا. سميته؟ يلا نرقص. يلا نرقص هو أصلاً هذا العنوان من أكثر من سنتين، أنت من أول الناس اللي سمعوا العنوان. ما يخص التمثيل بلقاء
قلت عنا فيلم سينما، بلقاء تاني قلت كأنك اعتذرت عنه، رجعت نعرض عليك مسلسل، رجعت وفقت ورجعت اعتذرت عنه، فخبرني هلأ ما يخص التمثيل وين حيكون، بمسلسل بفيلم؟ أنت باسم كريستو، أنت منطايع، وين؟ وهذا اللوك شو دخلك، لكليب أو لمسلسل ولا لشو؟ لا، هيدي رخوة الدقن للمسلسل. المسلسل بلشنا فيه ب 15 الشهر منبلش تصوير، مسلسل كتبته منى ضايع والمخرج نعلن عن اسمه بعد 10 ايام حسب ما البرودكشن كومباني تمنت علينا، حتى البطله كمان، البطله كل فيه يقولوا انه هي اكس ملكه جمال، هو بحقبه الاستقلال فقديم يعني، وانا بكون فيه اخذ دور قديم، فرخوه الدقن كرمال المسلسل. المسلسل ان خلص، الفيلم هو اللي انا اعتذرت عن وقته بهديك الفتره، وهلا عم بحضر لفيلم تاني لبناني مصري، يا منصوره قبل المسلسل، قبل ما ينزل المسلسل، يا بعد المسلسل بعد ما قررنا عليها، بس اجمالا الفيلم فكرتي انا، كتبت الفكره والسيناريست عم بيطبقها. شو اللي خليك ترجع للمسلسل بعد ما بمحل قلت ما حكون فيه؟ صارت قدموا لك غير نص يعني؟ لا، انا كان عندي مسلسلين، مسلسل قصه حب أنا ونادين، ومسلسل تاني، التاني كنت ماضي قبل وبتتعارض وقته مع قصة حب كرمال، هيك أنا كنت أفكرهم بعاد عن بعض، فاعتذرت عن هيداك بس لا أكثر ولا أقل. كلمة للمشاهدين بمناسبة عيد الحب، شو بتقول لهم؟ إن شاء الله كل أيامكم حب، وإن شاء الله لبنان كل أيامه يحبوا، لأنه بس ينحب لبنان مزبوط خلص ببطل في مشاكل، بس ينحب مثل قبل ببطل في مشاكل. كل ايامكم حب وكل ايامكم سلام، ومشكور عماد دايما مواكبنا، وشكرا لأرابيكا، وانا بحبكم كتير. يوم اللي خلقتي احبيتك انتي.